فعالياتنا، بس اليوم كنا نروح نسبح شوية. دخل الصيف كنا شكلنا بدل حر شوية، كنا نروح نسبح وادي الخوف، نستغل وجود الماي. وطبعا كالعادة هاي البارتنر مالي اليوم غوصينج تايم، ندور في الأعماق. ظلم الدنيا بعد هنا، يعني فدريكا مثل ذاك المكان اللي جبل كبير كبير. ايه روح دور مكان لك، ما نوصلنا لتاحنا. اذا رحنا وعند البحيرات نسبح في الرجعة ظلام، ما الا اذا انت باغي تروح هناك ودي حبيبي بعدين. لا احسن مكان قريب عشان تطول. ايه خلاص وقتها. فالحين تونا في الطريق طالعين نعبي بترول. نختار له مكان حلو اذا ما محجوب طبعا ويكند اكيد. امس كان زحمه واتوقع اليوم زحمه بعد، لكن انا وعد نشوف طبعا نكمل تصويب عليها. شكله هنا حلو الجو. والله كله طبيعي. المطر هنا. الصباح إن شاء الله. أكيد يوم تدخل هنا. شو؟ وين؟ روح. بالنار. إيوه. أتوب برجان. رش مي على عدسة؟ لا. ليش؟ وش تستفيد؟ أعطيني. سبب أضايقك.
طالع البول انت واقف. هلا يا اخي والله نظاراتي نسيت نظارات. بغيت تجيب نظاراتك مع المي؟ اصلا ما يبين واجد لا يبين. بس اشوف تحت حلو الماي ما بارد. ايوه هاك يوم تطلع يلا روح حبيبي غير ملابسك روح هناك. خلصنا يا خلاص خلصين روح هناك قدام شوي نجلس بعدين نطلع ان شاء الله. اوكي امورك طيبه تمام التمام.